طبعا استكمالا للموضوع، يعني بس بدي ادلكم على مكتبة. يعني في عندكم من ضمن السلايدز انه في سلايد بتشرح على يعني نتورك اركيتكتشر بتستخدم في الفيس ريكوجنيشن اسمها ديب فيس، وهي فعليا انه اسم المكتبة هذه بعنوان الورقة. ففعليا انه الفيس دي المكتبة هذه او النيورال نتورك هذه عندها القدرة انه تتعرف على الايش، على الجندر، على الايموشن، وعلى الريس، العرق، انه هذا ابيض انا بحكي على الريس، ريس ابيض اسمر افريكان، تمام، قوقازي الى اخره من هذه. وبتستخدم نتورك مختلفة، بتستخدم في جي جي، بتستخدم الجوجل فيس نت، اوبن فيس، ممكن استخدم اي حدا منهم، تمام. فبالتالي هنا على سبيل المثال انه ممكن انا احدد، هي بحدد اسم الشبكه اللي انا بدي استخدمها اللي هو الفي جي جي فيس. فبالتالي انه انا في عندي خيارات كثيره، هي المودلز اللي موجوده ممكن انا استخدم اي حدا فيها، هي بتستخدمهم مش كلهم مع بعض. فبالتالي انه هذه امبلمنتيشن لنتورك انه مختلفه، هي هم هذول النتوركس اللي احنا ذكرناهم. يعني على سبيل المثال بغض النظر عن الصوره اللي موجوده هنا، يعني على سبيل المثال انه المعلومات اللي موجوده هنا انه بقارن صورتين مع بعض، تمام، والصورتين هدول بحدد انه قديش الديستانس بيناتهم. فنفس الكلام اللي احنا درسناه، ايش الموديل اللي استخدمه، تمام، وحدد هنا الباوندينج بوكسز للايمج واحد وايمج اثنين، تمام. وهذه برضو انه انا بقارن انه هذا الشخص هل هو موجود في الداتابيز تبعتي او لا. هنا بقارن، يعني خليني اورجيكم هذه، في هنا اوضح. هنا جاب الايج، انا عندي 28 مثلا، والايموشن نيوترال، مع انه الايموشن هذه انه غلط مش نيوترال يعني بالمناسبه، الجندر ويمن، والريس لاتينو هسبانيك، تمام. هنا بمجرد انه غيرت الايموشنز تبعتها هابي، تمام، فتغير العمر، الجندر ضايل زي ما هو، وصارت وايت بدل ما كانت لاتينو. فبالتالي انه الموديل مش بيرفكت 100%، ولكن انه هو فعليا انه يعني العمر بيقدر انه يعمل له استيميشن نوعا ما، تمام. والايموشن قدر انه هو يجيبه بشكل صحيح، انه هذا فعلا هابي، وهذا فعلا انه هو سربرايز، وهذا فعلا انه هو نيوترال، تمام. فبالتالي انه هاي المكتبه انه فيري باورفول، اذا انتم كنتوا حابين انتم تشتغلوا على موضوع الفيس، هذه انه بتعمل يعني عمليات عديده، تحويليه عديده على الصوره هذه، هاي الاوريجينال، وهي عمليات التحويل المختلفه. و هاي الصوره زي ما انتم شايفين انه انا ممكن انا استخدمها في تطبيقات عديده، فبتوضح انه مثلا انا في محادثه فيسبوك او اي برنامج محادثه، انه بيبين انه هذا الشخص انه تعرف عليه انه هو فيميل، عمر 31، انه والايموشن انا عندي الهابي، واضح انه من الصوره انه هي بتضحك، تمام. وهذه هي 6 بيزك ايموشنز اللي موجوده عندي، تمام. واخر حاجه واللي هي فيري سربرايزنج انه تم اضافتها حديثا، انه انا ممكن احدد، صحيح، تمام، كيف هذا ايش التشابه، بس التشابه مش انه شخص ونفس الشخص، انه انا بحكي انه 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 هذا يعني اب لطفل، وهذه هي الام بناء على الفيسل فيتشرز انه بهذا الشكل. ففعليا انه الصوره هذه فعلا انه بتشبه هذا الشخص اكثر، فبالتالي انه بناء على الثريشولد انه هذا صح وهذا انه هو خطا. طبعا انه معروف جدا انه هدول سيليبرتيز او مشاهير، انه هدول الاثنين متزوجين وتبنوا ابناء عديده، وهذا عنده اصلا ابناء من زواج ثاني او من علاقه ثانيه، وهذا برضه كذلك نفس الشيء. ففعليا انه دخلنا في
في تطور كتير كتير كبير في التعرف على في الفيس باستخدام هذه المكتبة المفتوحة المصدر، فحبيت أن أنا أذكرها. ممكن تستفيدوا في التطبيقات عندكم في هذا المجال.